ما هي الصورة لها هدفين، هدف قريب وهدف بعيد. الهدف القريب اللي هو هدف الصحي اللي احنا اتكلمنا فيه، الهدف البعيد اللي هي دي بقى فما يكذبك بعد بالدين. يعني الكون له نظام ممشي الكون بتناغم وبتوازن. اسمه ايه الدين الكوني؟ اسمه الاسلام. ربنا بيقول وان من شيء الا يسبح بحمده، يعني ده معناه ان الفيروس بيسبح بحمده، ولما الفيروس بيهاجم انسان يبقى ده تسبيح الفيروس، يبقى ده احسن حاجه الفيروس بيعملها. الانسان بوظ الدنيا، عمل ايه؟ بوظ الدين الكوني، عمل اختلال. يقوم ايه اللي يحصل؟ يقوم بقيه الكون اللي هو مليان فيروسات وبكتيريا وخلاف يتعاون عليه عشان يرجع التوازن. شفت بقى، مش ربنا سبحانه وتعالى احكم الحاكمين؟ خلى، شوف، خلى قوه كائنات ذل كائنات تانية، او ضعف كائنات تانية، وضعف كائنات يجي منها قوه كائنات، وبيحكم ده بده. وضروري قبل ما اسيبك وامشي اقول لك انك كمان عندك امانه ولازم تبلغها، امانتين، امانه تطبيق هذا الكلام وامانه توصيله الى غيرك. نرجع بقى تاني للصوره. ربنا بيقول والتين والتين والزيتون، خروج الطاقة وتفعيلها بشكل إرادي، وطور سينين، وهذا البلد، هذا البلد الأمين، الأصل فيه كده. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، بالتوازن. طالما حطناه في أحسن تقويم طبيعي يبقى عنده أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. كل اللي احنا قلنا ده كان يعتبر مبتدأ السورة. ركز كده، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بعد كل ده فما يكذبك بعد بالدين، يعني كأن دي المبتدأ، كل اللي فات ده مبتدأ على بعضه. النتيجة بقى بتاعته إيه؟ بعد اللي انت سمعته ده، ايه اللي بقى اللي خليك تكذب بالدين؟ ايه علاقة كل اللي احنا قلناه اللي فات ده بيكذبك بعده بالدين؟ دين ايه؟ ايه اللي دخل الدين في القضية؟ احنا كنا ماشيين بنتكلم عن صحة وعن طول سنين ايه دين ايه؟ على فكرة الحتة دي اغلب المفسرين عدوها. فيما يكذبك بعد الدين اليس ايه يا عم الحاج، استنى، ده خبر الصورة، ده هو عمق الصورة الوقتي. ما هي الصورة لها هدفين، هدف قريب وهدف بعيد. الهدف القريب اللي هو هدف الصحي اللي احنا اتكلمنا فيه، الهدف البعيد اللي هي دي بقى فما يكذبك بعد بالدين. تعال بقى نفهم قضية فما يكذبك بعد بالدين. ده معناه ان صورة التين اثبات صحي ومادي على دين الاسلام. ازاي يعني؟ ما هو ركز معي، لما ربنا يقعد يستطرد في الآيات ويقول لك والتين والزيتون وفي الآخر ايه بقى اللي خليك تكذب بالدين؟ يعني ده معناه ان اللي فات كله كان بيحاول يثبت لك بشكل مادي ان الدين مهم وما ينفعش تكذب بيه. طب وضح لنا اكتر. ماشي، قلنا قبل كده الدين معناها النظام اللي بيخلي كل الامور مستقرة ومتناغمة. ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون، والكون له دين. يعني ايه له دين؟ يعني الكون له نظام بمشي الكون بتناغم وبتوازن. اسمه ايه الدين الكوني؟ اسمه الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام، يعني الاسلام ان كل الكائنات مسلمه ومتناغمه ومفيش كائن بيصارع كائن. حتى لما تكون اسد بياكل غزاله من قطيع غزلان ما بيحصلش تصارع، هو بياكل الغزاله، ياكلها هو والشله بتاعته وخلاص، ما بيبقاش فيه صراع، ما فيش صراع، كل واحد بيحافظ على بقائه، فكله منسجم. حتى الغزلان لما بيلاقوا الغزاله اتاكلت خلاص انتهى الامر، فكل الكائنات مسلمه. الكون كله كده بقى، الكون كله ماشي على سيستم مستقر اسمه الاسلام، اي ان كله متناغم ومستقر ومسلم ومتداخل في الاخر، ما فيش صراع او عدم توازن. ده الدين الذي يسري به أو يسير به الكون. جميل، الدين ده، وركزوا معايا على فكرة يا جماعة في الكلام الجاي، لأن ده يعتبر عمق الصورة.
الدين ده اللي ممشي الكون، اللي هو دين الإسلام، اللي هو إن كل الكائنات مسلمة، في منه نسخة نفسية. يعني إيه؟ نسخة نفسية اللي أنت بتعيش بها، اللي هو الإسلام اللي إحنا عارفينه بقى، اللي هو أن تسلم لله وأن تسلم وجهك لله وتسلم أمورك لله. ده النسخة النفسية من دين الإسلام اللي هو الدين الكوني. طيب ربنا سبحانه وتعالى علشان يفهمك النسخة النفسية من دين الإسلام، إنك لما تسلم لله هيحصل لك إيه، بيفهمها لك بإيه؟ بمثال مادي كوني، اللي هو بس مثال متعلق بيك، اللي هو مثال الإنسان. تعال بقى نبص للموضوع من زاوية تانية أو نفهمه بشكل أوضح. ربنا بيقول، يعني خلينا نجرد المعاني اللي احنا قلناها، خلينا نشرحها بالبلدي. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، أنا هشرح لك دلوقتي سورة التين بشكل بلدي خالص. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وهو بيخلق الإنسان خلق في الكون كائنات تانية، خلق حاجات بنعلمها وحاجات لا نعلمها، خلق فيروسات كتير جدا. ليه خالقها؟ عشان هي شر؟ لا، هو خالق أشياء عاملة توازن في الكون، ده خلق الله. ربنا ما بيخلقش حاجة ضارة ولا عبث، كله عامل توازن. ربنا بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ده معناه إن الفيروس بيسبح بحمده، ولما الفيروس بيهاجم إنسان يبقى ده تسبيح الفيروس، يبقى ده أحسن حاجة الفيروس بيعملها، يبقى الإنسان ده هو اللي مش عامل توازن، فالفيروس بيروح يخلص عليه عشان التوازن يبقى موجود. الوقت الكائنات عايشة في انسجام في كون الله، ماشية على الدين اللي هو النظام اللي ربنا حاطه. جميل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هل الكائنات اعترضت؟ هل الفيروسات اعترضت؟ محدش اعترض، كله مسلم. إذن الدين ماشي اهو. الإنسان ده اللي في أحسن تقويم ده وفق الدين الكوني، ان الانسان يبقى في احسن تقويم، ده وفق النظام الكوني، بوظ الدنيا بنفسه. اصل الفيروس مش هيبوظ الدنيا، البكتيريا ماشيين، دول ماشيين على تسبيح بحمد، ما بيخربوش في حاجه، ماشيين باوردر معين. الانسان هو اللي عنده الاراده الحره. الانسان بوظ الدنيا، عمل ايه؟ بوظ الدين الكوني، عمل اختلال. يقوم ايه اللي يحصل؟ يقوم بقيه الكون اللي هو مليان فيروسات وبكتيريا وخلافه يتعاون عليه عشان يرجع التوازن بشكل ايه؟ بشكل سلمي وحضاري. طبعا الشكل السلمي والحضاري ده بيبقى على شكل مرض مهلك للانسان. ليه؟ عشان يرجع مين؟ عشان يرجع التوازن الكوني موجود. طيب الانسان اللي في احسن تقويم نفترض انه سليم، ما بيعملش حاجه غلط، مؤمن وبيعمل الصالحات، وده الكلام مش هيعجب الملحدين ولا هيعجب علماء الغرب عموما، هم وربنا سبحانه وتعالى والآيات، يعني كلهم يعني هم والآيات قدام ربنا سبحانه وتعالى مكشوفين، والآيات هتشهد ضده اللي هيبقى مصر على الكفر بالله. نرجع للموضوع، الإنسان ظبط الأمور، عاش بالإيمان وعمل الصالحات، اهو عمل ايه؟ فضل ماشي على الدين الكوني اللي هو دين الإسلام الكوني. ساعتها إيه اللي يحصل من الفيروسات والبكتيريا؟ ولا لها أي سلطة عليه. جميل. نفس الكلام ده بقى، الدين الكوني اللي أنا قلت لك ده يتلخص بقى في الدين الإسلامي اللي هو كلمة الإسلام، إنك تبقى مسلم لله. حد شتمك، واحد شتمك، خلاص ولا يفرق. إنما لو واحد شتمك وأنت اتعصبت، كده أنت صارعت، كده أنت رفضت، كده انت بدأت تخل التوازن، كده الدين الكوني اللي انت عايش عليه اللي هو دين الإسلام يختل توازنه. طيب ربنا بقى بيقول بعد ما قال لك القصة دي كلها والصورة دي كلها، قال لك ايه؟ فما يكذبك، ايه اللي يخليك بقى مش مصدق الدين بعد ما عرفتك ان الفيروسات نفسها والأسفل سافلين نفسهم ممكن ينهشوا في الإنسان ان اختلف التوازن؟ يعني ده معنى ايه الخلاصة؟ إن دين ربنا واقع، مش ربنا بيقول وإن الدين لواقع. يعني إيه وإن الدين لواقع؟
يعني وإن النظام اللي ربنا حطه هيقع غصب عن العلماء، غصب عن الفيزيائيين، غصب عن البيولوجيين، إن الدين لواقع. هتفضل الفيروسات تصارعهم في علمهم ومش هيهدوا. ليه؟ طالما لم يرجعوا إلى الدين الأصلي، إلى المنهج الكوني المتزن. ساعتها هتفضل الفيروسات أو الكائنات عموما أو أسفل السافلين في صراع مع الإنسان. ربنا بيقول إن الدين لواقع. طب أنت ليه تستنى اللحظة دي؟ طب ما تخليك أنت ماشي على النظام الكوني المتزن اللي ربنا خلقه في الكون، بحيث إن مفيش حاجة تقع عليك ومفيش أي حدث سلبي يحصل لك وما تبقاش أنت أسفل سافلين. خلاصة بقى الموضوع، إيه اللي يخليك أو إيه المبرر بقى اللي يخليك لسه بتكذب بالدين؟ وأنا أثبتت لك دلوقتي من الكلام اللي فات إن الدين يا إما هيطلعك لفوق يا إما هينزلك لتحت، اللي هو النظام الكوني، يا إما هيخليك في أحسن تقويم يا إما هيردك في أسفل السافلين. إيه اللي يخليك تكذب بيه وأنت أصلا عايش فيه؟ أنت أساسا لما بيجيلك مرض يبقى ده حصل لك جزء من الدين، ولما ما بيجيلكش مرض أنت برضه جزء من الدين، إزاي تكذب بيه؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يا سلام. بعد القصة دي بقى كلها شفت بقى، يعني سبحان الله، تحس ان الصورة دي فيها حوار كده مباشر. بعد القسم لقد خلقنا الإنسان، بعد لقد خلقنا الإنسان وإلا الذين آمنوا فما يكذبك بعد بالدين. ها، بعد اللي أنا قلت لك ده خلاص لسه في حاجة مشككك في الدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ شفت بقى، مش ربنا سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، خلى، شوف، خلى قوة كائنات ذل كائنات تانية أو ضعف كائنات تانية، وضعف كائنات يجي منها قوة كائنات، وبيحكم ده بده. خلاك أعلى من الفيروس، خلاك أقوى من الفيروس، لكن لما بتحيد بيضربك باللي أضعف منك. ده بقى أحكم الحاكمين، ما بيضربكش بحاجة زيك، لا، بيضربك باللي أضعف منك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ طبعا في عندك أحكم الحاكمين وخير الحاكمين والحكيم. الحكيم لها تخصص، خير الحاكمين لها تخصص. أحكم الحاكمين بقى اللي معانا دلوقتي بتتكلم عن إنه بينفذ حكمه بالأطراف اللي جوه المعادلة. عارف لما يكون أنت مثلا مالك شركة وفي مدير عندك، مدير في الشركة بتاعتك بوظ الدنيا وكان بيكره البواب بتاع الشركة، المدير ده كان بيكره البواب، بينهم مشكلة، فالمدير لبخ، أنت مالك الشركة، فرحت مخلي البواب هو اللي يطرد المدير وشر ترضى، شر ترضى. هنا أنت عملت إيه؟ هنا أنت عملت حاكمين، أحكم حاكمين. يعني إيه؟ ضربت ده باللي أضعف منه اللي هو بكرهه، أو اللي هو ملوش سلطة، اللي كان يقدر يبقى له سلطة عليه. خليت البواب اللي كان تابع للمدير هو اللي يطرد المدير. ده يدل على ايه برضو؟ يدل على ان الدين كله لمين؟ لله. هو اللي بيضعف الانسان بالحاجه اللي الانسان اقوى منها. طيب، خلاصه بقى الكلام ان عندك ثلاث اطراف لمعادله عشان تبقى صحتك سليمه: التين والزيتون، بعدين طور سنين، بعدين هذا البلد الامين. الثلاث اطراف دول يودوك لاحسن تقويم، لكن خد بالك، احسن تقويم له نقيض مزدوج معاه اللي هو مين؟ رددناه اسفل السافلين. لكن عشان تعدي من اسفل السافلين ده محتاج ايه كمان؟ محتاج الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هنا بقى ممكن نقول حاجتين. نقول لو انت عايز تعيش صح بصحه وتعمر، محتاج حاجتين، حاجات ماديه وحاجات معنويه. ايه المادي؟ تين والزيتون، طور سنين، هذا البلد الامين. ده الشق المادي اللي يخلي جسمك معمر وجسمك سليم. ده الشق المادي. طب ايه الشق النفسي المعنوي؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات. لو انت عملت توازن ما بين الثلاث امور دول والامرين دول، يبقى انت كده بقيت في احسن تقويم وليك اجر غير ممنون، وعمر ما الدين هيقع عليك بالطريقه السلبيه زي ما هيقع على كتير من الخلق وعلى كتير من الناس. اتمنى يكون الشرح وصل لكم، واتمنى تكون فهمتوه، وحاولوا تعيدوا الفيديو تاني، وحاولوا تكتبوا الدروس المستفادة من كل آية وإزاي تنفذوها علشان تحافظوا على صحتكم من خلال تلك الآيات، وحاولوا تنشروا كمان الكلام ده للناس
ووصلوا الامانه دي. يعني دلوقتي الورق اللي انتوا شايفينه ده كله تقريبا تلات 30 او 40 ورقه. الورق ده يا جماعه بتاع تفسير سوره التين. طبعا في حاجات ما قلتهاش، يعني انا كنت بحاول اركز معاكم على الاولويات. مثلا دول 40 ورقه اهم، فيهم المعنى او جزء من فيهم معاني من اللي انا قلتها. ده كده انا اديت الامانه اللي عليا، اديت الامانه اللي عليا ان انا تدبرت وكتبت الامور ونقلتها لكم. خلاص كده الحمد لله، اللهم قد اديت الامانه ووصلت ما هديتني اليه واوصلت لهم ما يعني علمتني اياه. الوقت بقى الامانه امانتين، خد بالك، وهذا البلد الامين. امانه عليك انك تنفذ وتطبق الكلام اللي انت خدته وتستفيد بيه وما تعديهوش ولا تمر عليه مرور الكرام، دي اول امانه. الامانه الثانيه انك توصل هذا الكلام لعباد الله الباقيين، الناس اللي انت تعرفهم يسمعوا الكلام ده. زي ما انا الوقت اديت الامانه اللي عندي وسمعتك، وانا لم اطلب منك تقدير ولا شكر ولا جزاء على هذا التوصيل. يعني انا قلت معلومات في الموضوع لم اطلب منك لا شكر عليها ولا جزاء عليها ولا تقدير ولا اي شيء، ان اجري الا على الله. بس انا بلغت الامانه اللي علي، وضروري قبل ما اسيبك وامشي اقول لك انك كمان عندك امانه ولازم تبلغها. امانتين، امانه تطبيق هذا الكلام وامانه توصيله الى غيرك، لان دي امانه هتاثر على هذا البلد الامين اللي انت اصلا حلم فيه واللي انت بتشتغل من خلاله.